دعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الآية، هذه الآية أصل في الحجر على السفهاء، والحجر معناه المنع من التصرف، المنع من التصرف. وقوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما ممنوعا. وكذلك قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أطلق على العقل حجر لأنه يمنع صاحبه من سيء التصرفات، فالذي لا عقل له يتصرف تصرفات تشينه، فلذلك أطلق على العقل حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر، لأنه يمنع صاحبه من التصرف السيء. فالآية أصل في الحجر على السفهاء. الحجر في عمومه قد يكون حجرا كليا وقد يكون حجرا جزئيا، فحيثما وجدت السفاهة صاحبها الحجر. هناك حجر على الصغار، حجر في الأموال، الصغير سفيه إذا أعطيته مالا سيبدده، تعطيه مثلا 100 جنيه سيشتري بها الشيبسي، لكن الكبير العاقل سيرشدها. هناك حجر على النساء، حجر على الفتيات الأبكار من ناحية الولاية، لا نكاح إلا بولي لأنها قاصرة النظر، لا تستطيع أمام عاطفتها أن تقيم الشيء تقييما صحيحا، فشرعت الولاية في النكاح. هناك حجر على المجنون، وحجر عام على المجنون، فالحجر قد يكون نسبيا وقد يكون كليا، قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. من السفهاء؟ السفهاء ضعفاء العقول الذين لا يحسنون التصرف. قال بعض المفسرين: السفهاء النساء والصبيان، وهذا أغلبي، وإلا هناك رجال سفهاء ضعفاء العقول لا يحسنون التصرف، هناك نسوة وفتيات راشدات عاقلات يحسن التصرف غاية الإحسان، هناك شباب سفيه تعطيه المال يشتري به المخدر، يذهب إلى مباريات كرة القدم، المسارح والملاهي والسينمات، وهناك فتيات عاقلات رشيدات. فأحيانا يكون الإطلاق أغلبيا. فالسفهاء ضعفاء العقول الذين لا يحسنون التصرف. الخطاب في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، للأولياء، ولي السفيه. فإذا كان ثم شخص سفيها فيكون هناك ولي يقوم على أمره، كما قال تعالى في آية الدين: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، ولي السفيه. وأحيانا نحتاج في أبواب الفقه مسائل مثلا الزكاة، الزكاة تعطى للفقير، لكن هب أن الفقير كان سفيها، فحينئذ إذا أعطيناه المال سيشتري به سجاير يبدده ويترك الأولاد جياعا، حينئذ نقيم أنفسنا مقام ولي السفيه ونرى أين تكون مصلحته ونحن مع مصلحته، نحن مع مصلحته. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هناك أصناف يحجر عليهم آخرون، من كانوا رجالا لا يحسنون التصرف، ويحجر على المفلس فلا يتصرف في أموال الأموال التي عنده لأنها أموال ناس. والشيخ الكبير الخريف قد يحجر عليه، بل يحجر عليه بدل من يبدد أموال الورثة. ويحجر من الناحية الحديثية العلمية على العالم المختلط، أعزنا الله وإياكم. ولذلك يقولون في ترجمة جرير بن عبد الحميد: اختلط في آخر عمره لكن لا يضر اختلاطه، لأن أبنائه حجبوه عن التحديث، حجبوه عن التحديث. فيحجر على الكبير الخرف الذي لا يحسن التصرف. وتتأتى بعض المسائل مثل الكبير العاقل الذي يبدد أمواله في الطاعات ليس في المعاصي، يبددها في الطاعات، فلهذا يحجر عليه أو لا يحجر عليه. قد يستدل مستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ولكن الجواب يقتضي إضافة إلى ذلك، وهو ألا يضيع بنفقته في الخير حقوقا لآخرين. فمثلا أولاده في احتياج، أولاده في احتياج، فلا يضيع المال كله ويترك الأولاد جياعا، لا يترك الزوجة جائعة، بل ولا يترك نفسه. قد منع النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لما قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولما أراد سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بكل ماله، عفوا أن يوصي بكل ماله، قال النبي: ثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أرجو إلى التفسير: ولا تؤتوا السفهاء. أشرت إلى أنه ورد عن بعض المفسرين تفسير السفهاء بالنساء والصبيان، وهذا أغلبي كما سبق. ولا فكم من امرأة أعقل من رجال كثيرين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قياما لمعايشكم، فمعايشكم لا تقوم إلا بالمال، إذا لم يكن لك مال فكيف تعيش؟ فكيف تعيش إذا لم يكن لك مال؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أحيانا الشخص يسلم أمواله لشخص يشتغل له فيها ولا ينظر إلى هذا الشخص هل هو سفيه أو عاقل.
فيفاجأ بأنه بدد الأموال وأغراه بطعم كالذي يفعله اللصوص الذين يثمرون أموال الناس بزعمهم، يأخذون المال ويعطون الناس طعما مبدئيا، يقول لك في الشهر 20% 30%، وبعد كده مات المال كله، كالمأسور عن الأحمق جحا الذي كان أعطاه رجل دينارا فجاءه في اليوم الثاني وأعطاه درهما، قال من أين الدرهم؟ قال الدينار ولد. فأخذ صاحب الدينار الدرهم الزائد كل يوم، واليوم الثاني الدينار ولد أيضا درهم، وفي اليوم الثالث قال الدينار وهو يلد تعثر في الولادة فمات. فليس سوغ لك أن تأخذ الدرهم، سوغ لك أن تتحمل. للأسف هذه الأشياء التي تسير في زماننا، واحد يعطي الناس طعما وبعد ذلك يستدرجهم ويذهب بكل مالهم، لا بارك الله لهم، هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قياما لمعيشكم، قياما لمعيشكم، فلا معيشة لنا إلا بالمال. بعد الله سبحانه، جاءت امرأة سعد بن الربيع على سلامة الخبر، إلا أن فيه شيء يسير من الكلام، تشكو إلى رسول الله بنات سعد: يا رسول الله عمهن أخذ التركة ولن يتزوجن إلا ولهن مال، ولهن مال. فنزلت آية المواريث، وبالله التوفيق. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الآية تضم إلى الآيات الواردة في بيان أن من مقاصد الشريعة حفظ المال، حفظ المال من مقاصد الشريعة، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النفس المعروف، حفظ الأرض، أحسنت. فمقاصد الشريعة حفظ المال، توردت الأدلة على ذلك، والتي منها هذه الآية، ومنها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، ملوما من الناس لبخلك، محسورا على ذهاب مالك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم إضاعة المال، قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والتي منها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، والتي منها قطع يد السارق، هذا من حفظ المال. وحديث الرسول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وحديثه، إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فمن مقاصد الشريعة حفظ المال، ولا تقل هو مالي أتصرف فيه كيف أشاء، لك حدود حدها الله لك لا تتعداها، لا يصلح وإن أتيت مالا أن تكون مسرفا مبذرا فتكون أخا للشياطين، ولا يحل لك أن تعين بالمال على باطل. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. واحد موظف له راتب 1000 مثلا، سبيل المثال، آخر كل شهر يعطي 1000 لزوجته وهي تقود زمام البيت، فإذا كانت رشيدة فحيالة، إذا كانت سفيهة تذهب تشتري شنطة ب300 جنيه، قل جزمة مناسبة لونها لون الشنطة 300 جنيه، وفستان مناسب للون، ضيع 1000 جنيه في العبث، تتصل بأمازون ولا بأي شركة من شركات التوزيع ترسل لها أشياء تتباهى، اشتريت من أمازون أو اشتريت من أونلاين،
راح المرتب وجلس جائعا لا يجد الرز ولا الفول ولا العدس، فهذا من السفه، هذا من السفه. شباب سفهاء، البيت فيه طعامهم وشرابهم ويمكن ان ياكل وينام، يذهب الى مطعم فاخر وينفق اموال كانه يرميها على الارض في المطاعم الفاخره تباهيا وتفاخرا. فكل هذا من السفه، كل هذا من السفه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قياما لمعايشكم، وارزقوهم فيها، اي وارزقوهم منها، وارزقوهم فيها. اخذ بعض العلماء من قوله سبحانه وارزقوهم فيها اننا نثمرها لهم، وليس بواضح الدلالة ذاك الوضوح. فقال آخرون بتناوب حروف الجر، فقالوا وارزقوهم فيها بمعنى وارزقوهم منها، وارزقوهم فيها واكسوهم، وقول لهم قولا معروفا، إن أنت حرمت السفيه كلل الحرمان بطيب الكلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني إذا حرمتموهم من المال أو عفوا اقتصدتم معهم في العطاء، كللوا هذا بالكلم الطيب: يا بني خذ هذا المبلغ وإن شاء الله إذا وسع الله علينا سنكرمك بإذن الله، أنا مدخر لك هذا المال يا بني إلى أن تكبر. كلام طيب لجبر الخاطر، وقولوا لهم قولا معروفا. فالكلم الطيب مطلب، ما نوعه؟ على حسب المقامات والحالات. فمع تقليل العطاء عن السفهاء ومع عدم إطلاق اليد مع السفهاء على الأدق، تكلل هذا بطيب الكلام: إن شاء الله إذا وسع الله علينا سنكرمك بإذن الله، لا تقلق فأموالك محفوظة لك، فلان يا بني ضيع كل أمواله وذهبت والآن يشحت. كلام طيب، كلام طيب تجبر به الخواطر المنكسرة. قال تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. ونحوه قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كلام طيب، إن شاء الله يا جماعة ربنا يوسع علينا وبإذن الله نزيدكم إن شاء الله، يعني أيام قليلة والفرج يأتي. كلام طيب. ففي الآيات جبر الخواطر أيضا، حتى خاطر السفيه يجبر، حتى خاطر السفيه يجبر. قال تعالى: وابتلوا اليتامى، اختبروا اليتامى. وابتلوا اليتامى، اختبروهم كيف يتصرفون في المال. إذا بلغوا اختبروهم، إذا بلغوا اختبروا اليتامى. مثلا تعطيه كما سلف مثلا 100 جنيه، انظر كيف يتصرف. اشترى بها شيبسي، هذا أحسن التصرف. اشترى بخمسة جنيه شيبسي، ودفتر بخمسة جنيه، وجزمة بعشرين جنيه، وادخر 50 جنيه، تعرف انه رشيد. فإذا بلغ وأنسنا منه الرشد ونجح في الاختبار، في هذه الحال يعطى المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم أبصرتم أو علمتم منهم رشدا سدادا في تصرفاتهم صلاحا في دينهم، آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاستفيد أن دفع المال لليتيم يكون عند أمرين: الأمر الأول البلوغ، والثاني إيناس الرشد، إيناس الرشد. لكن هناك تثار مسألة، وهي إذا كان اليتيم بلغ وأنسنا منه، يعني بلغ وهو عاقل ويحسن التصرف، لكن فاجر، لكنه فاجر، هل يعطى ما له أو يحجر عليه في المال؟ الأكثرون على أنه يسلم له ماله ما دام ليس بالسفيه في مسألة التصرفات المالية، فجره بعد ذلك على نفسه. مثلما قالوا: لا يحرم الفاجر من ميراثه، لكن السفيه يقام على الميراث ولي. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. آنس أبصر أو علم، إني آنست نارا أي أبصرت نارا. آنست منه طمأنينة، علمت منه، اطمأننت بجواره. قال:
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا الحلم فإن آنستم منهم رشدا، هذا القيد الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا، لا تسرفوا في الإنفاق عليهم قبل البلوغ، وادخلوا الأموال ضاعت، وبدارا أن يكبروا. فواحد ممكن يأكلها قبل أن يبلغ اليتيم، يقول فلوسك راحت خلاص أنفقتها عليك، فبدارا مبادرة للبلوغ، سبقا للبلوغ، إذا بلغت تقول خلاص الأموال انتهت. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، أي مبادرة للكبر ومسابقة للكبر للبلوغ عفوا. ومن كان غنيا فليستعفف، لا تأخذ شيئا من مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل، أي من مال اليتيم، بالمعروف بالمعروف. العلماء لهم أقوال في قدر الأكل من مال اليتيم، فمن العلماء من قال كل بقدر المثل، إذا كان مثلك يقوم على أيتام يأكل كم، هو اشتغل في مال اليتيم، اشتغل بكم في الشهر، كل مثله. ومنهم من قال خذ على قدر حاجتك، ليس على قدر حاجتك أنك تنفق منه تمتد اليد كيف شاءت، لكن على قدر حاجتك الضرورية التي تصاحب قيامك، انت تعطلت عن عملك مثلا وقمت على اليتيم وليس لك مال، خذت أجازة من شغلك يوما مقابل أنك ترعى اليتيم وليس لك مال وأنت ولي اليتيم، خذ بقدر ما حصل لك. وقال آخرون خذ غير متأثل. وقال آخرون قولا رشيدا مستدلا بقول الله تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ومن السلف من كان يكثر الاستدلال بهذه الآية إذا سئل عن أموال اليتامى، قل والله يعلم المفسد من المصلح. إن كنت ضعيفا في هذا الباب أنت تكون ممكن تكون دينا، والحمد لله يعني قوي الإيمان صادق، لكن تنهزم أمام الأموال. فالنبي قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم، لا تتولين مال يتيم، فإنك تضعف أمام أموال اليتام، ممكن تخرجه قرضا، واحد يقول لك سلفني مبلغ تعطيه من مال يتام، ممكن أنت أيضا ترى نفسك محتاجا تأكل باتساع، بدلا من أن تأكل فول تقول سأكل لحما، فتضر بدينك وتضر بنفسك. فمن كان غنيا فليستعفف، الله يغنيه من فضله، ومن يستعف يعفه الله. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. عائشة رضي الله عنها تقول نزلت هذه الآية في ولي اليتيم يأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا الولد بلغ وأنسنا منه الرشد قلنا له تعالى يا بني تعالى، كان لك عندنا مال وهذا هو مالك، أشهد اثنين دفعا للشبهة وصيانة للعرض. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية، دفعا للشبهة وصيانة أيضا للعرض. فمن الأدلة التي على دفع الشبهة عن الشخص، تدفع الشبهة عن نفسك، قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله مراقبا. وكفى بالله حفيظا لأعمالكم.
سجلها عليكم. فهذه الآية من الآيات التي فيها أو يستدل بها على دفع الشبه، دفع الإنسان الشبهة عن نفسه، دفع الإنسان الشبهة عن نفسه. ثمة آيات كثيرة في هذا الصدد، وإياك كاذبا عليه كذبه، إياك صادقا صبكم بعض الذي يعدكم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر كذبته من الصادقين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ونحو ذلك. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. في الآية رد إلى الأعراف في المسائل التي تحتاج إلى رد من الأعراف، فقوله تعالى فليأكل بالمعروف رد إلى العرف. كم المعروف هذا؟ لا تأتي تشتري لنفسك سيارة من مال اليتيم وتقول بالمعروف، لا، هذا ليس من المعروف، ليس من المعروف. كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. عند هذه الآيات يورد بعض العلماء مسائل في النفقات، إلى كم ينفق الشخص على، إلى زمن كم ينفق الشخص على أولاده أو على بناته، ووجب نفقة الزوجة على الزوجة على زوجها ونحو ذلك. وهناك مقامات أخرى ألصق بهذه الأبحاث من هذه الآيات، كقول الله تعالى لينفق ساعة من ساعته، رجال القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى غير ذلك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.